بغيت نعرف يعني لوطي كاينه معايا شي 10 سنين وبغيت نعرف انايا واش يعني ما خلاش الفراغ ديال الاستاذ ديال سليم ما خلاش فراغ ولا ما نقصلوش الحافز ديالي باش يمشي واش كانت ديك النصائح اللي عطاها هي كانت كافيه باش يجيب هاد البطوله ويزيد قدام ولا انه زاد يعني زاد على النصائح ديال الاستاذ ديالنا وبغيت نعرف شحال عندهم بطوله شحال لان ملي مشى الاستاذ كان كنفرقوا ملي مشى الاستاذ يعني فرقوا كانوا الدراري كانوا ابطال كانوا ابطال بزاف بحال الجابيد بحال كانوا كانوا معنا بزاف في المطار كنا بغيت نعرف انا لوفي يعني شحال عندهم بطوله ذاك الوقت واش باقي يعني دوك النصائح اللي كان ديال الاستاذ يعني باقيه والفرق ديال الاستاذ يعني ما نقصلوش المعنويات ديالو وكيفاش كانت البطوله يعني بالرفقه ديال الاستاذ خالد. السلام عليكم. اول حاجه بالنسبه للفراغ ديال الاستاذ سليم عطار في الحقيقه في الاول ضاف فيا بزاف لدرجه انني كنت انسحبت على الرياضه ولكن من بعد ما توالفت مع الاستاذ الثاني عاود خالد بن صالح الحمد لله لقيت واحد كما نقولوا واحد الاهتمام واحد حتى بديت كنتولف وبالنسبه لسليم عاود سليم اثر فينا بزاف الحقيقه يعني ما قدرتش ننساه يعني حيت الان كنتفكروا اي بطوله كنحرز عليها كنتفكروا وبالنسبه اول بطوله اللي حرزت عليها هي بطولة المغرب تاع بول كونتاكت 2008 شبان كان ذاك انا ذاك عمري 16 سنة موراها في 2009 عاود حرزت على بطولة المغرب تاع الملاكمة الفرنسية المرتبة الثانية ومن ذاك الوقت بديت مشاركات وكنتقصى وكنعاود نشارك كنتقصى مفقدتش الامل حتى اليوم الحمد لله 2012 شاركت في البطولة الوطنية الممتازة وكلاسيت رقم واحد. شكرا. سيد العبيس باش نقدمو نعم مرحبا سيد العبيس الجميل تفضل اخضر. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. اول شيء كنقول السي لطفي مبروك عليك على اني انك تستاهل قبل هذه الفتره يعني كنكتبها قبل لكن كما كنعرفوا بطريقه ديال التحكيم ديال مرات عديده اللي سي لطفي كما كنعرفوه كان في المستوى وكان يستاهل باش يحقق هذه النتيجه هذه مده قديمه. انا السؤال اللي بغيت كتعرفوا وجهه سي لطفي هو انه في هذه الاقصائيات في ثانويه الزيتون كان تعرض لواحد الحادثه كان تقاس في البيسيبس ديالو. انا شخصيا بعد ما كنت كان معايا كنت قلت له صحت كيا الاولى ولكن هو اصر باش يلعب وهذا تحدي من عنده والاراده وصل لهذا. انا السؤال اللي كنقول له نتمنى الصحه ديالو ونتمنى له الافضل في الاجابه ان شاء الله. وفي الحقيقه كنت قاسيت في بيسيبس اللي كنت قلت له الاستاذ خالد بن صاد وكانت توجعني بزاف يعني غير مشينا نلعبوا في الخميس لا ما كانت توجعني بزاف يا الخميس بحال اللي صارت عليا من عند الله سبحان الله يعني من انا نويت نشارك حتى الاستاذ قال لي ودي الا كانت توجعني بلا ما نشارك ولكن مع ذلك صبرت وزيدت على راسي والحمد لله ما حسيت بشي حاجه. شكرا.